راديو الأهرام يقدم مكان في الوجدان مع جينا القش. هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن شارع أمير الجيوش. يقع شارع أمير الجيوش في الجزء الجنوبي الغربي من القاهرة الفاطمية، يبدأ من ميدان باب الشعرية وينتهي في شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقرب من باب الفتوح. سكانه القدامى كانوا من وجهاء القوم على المستوى السياسي أو العسكري أو الديني، فقد سكنه أبناء الخليفة العاضد ووزير وقائد جيوش الخليفة المستنصر الفاطمي ووكيل ابن عوف شريف مكة. الشارع ضيق ويخلو إلى حد ما من مظاهر الفخامة الحديثة، وعلى المستوى التاريخي يعد من أقدم شوارع القاهرة الفاطمية. يرجع تسميته بأمير الجيوش إلى المؤسس الثاني للعاصمة، والذي جعل منها مدينة بمعنى الكلمة، فقد كانت القاهرة الأولى التي بناها جوهر الصقلي أشبه بقصر أسطوري يخفي الخليفة وخاصته عن الناس. وبفضل توسيعات أمير الجيوش صارت عاصمة الفاطميين من أكبر وأضخم مدن العالم في زمانها. أمير الجيوش أو القائد بدر الجمالي صاحب ومؤسس الشارع والمنطقة المحيطة يوصف عادة بأنه رجل الساعة، فبمجرد دخوله مصر عام 1074 نجح في إنقاذ الدولة الفاطمية من كارثتين: الأولى المجاعة التي أكلت الأخضر واليابس طوال 7 سنوات، وفيها أكل الناس حميرهم وبغالهم، والثانية استفحال نفوذ الأتراك الذين استغلوا ضعف الخليفة الفاطمي وعاشوا في الأرض فسادا. أمير الجيوش بدأ مشواره السياسي والعسكري في سلك العبيد، كان عبدا يباع ويشترى، غير أن مواهبه وقدراته أنقذته من قسوة أيدي التجار ومهدت له مستقبل مناقضا، فقد كانت من أهم أسباب رفعة شأنه وتقلبه في أرفع المناصب كحاكم لمدينتي دمشق وعكا. وحينما جاء إلى مصر قوبل بترحاب يناسب ثقة الجميع بقدراته على إنقاذ الناس من المجاعة وسطو الأتراك. ولم يضيع بدر الجمالي الوقت وتحدث مع الخليفة الفاطمي في أمر ظلم ونهب القادة الأتراك، وفي وقت قصير كان جميع القادة الأتراك قد لقوا حتفهم، وعين بدر الجمالي بعد الخلاص منهم قائدا عاما للجند ووزير السيف والقلم ورئيس القضاء، وقد عمل في بدء الأمر على إعادة النظام إلى العاصمة الفاطمية، ثم سار بعد ذلك إلى الأقاليم، ثم أخضع قوات البرابرة والسودانيين وبعض القبائل العربية في قسوة زائدة، فلم يكن يتردد في قتل أي متمرد، وبذلك ساد النظام البلاد من الأسكندرية إلى أسوان. أما مدينة القاهرة فقد استفادت إلى حد بعيد من سياسات بدر الجمالي، فقد تم إصلاح وبناء ما أفسدته المجاعة ونهب الأتراك، كما تم توسيع قاهرة جوهر الصقلي، وتم إعادة بناء سورها وبناء أبوابها الثلاثة الشهيرة والباقية حتى الآن، وهي الفتوح والنصر وزويلة، وهذا أهم ما يحفظه التاريخ لبدر الجمالي. جاء إلى مصر 3 بنائين أرمنيين لبناء أسوار القاهرة، وشيدوها في شكل حصين قادر على حماية أهلها من الاعتداءات الخارجية، وأبرزهم الخليفة الفاطمي. الشارع ما زال يحتفظ باسم أمير الجيوش بدر الجمالي حتى الآن، فهو يجاور شوارع منطقة لم تهتم العهود السياسية المتعاقبة بتغيير أسمائها الأولى، لأن بعدها عن مراكز الحكم قلل إمكانية العداوة مع أصحابها القدامى. يبدأ الشارع من ناحية شارع المعز بمبنى مدرسة الجمالية، وبالقرب من هذه البداية تمتد حارة برجوان التي تربط بين الشارع وشارع الخرنفش، ويرجع اسمها إلى أبي الفتح برجوان.
حارة برجوان سكن بها بدر الجمالي صاحب الشارع حينما جاء إلى مصر منفذا في خلافة المستنصر بالله، ثم حولها إلى دار للوزارة. وبعد وفاته نقل ابنه الأفضل شاهنشاه دار الوزارة إلى شمال القاهرة الفاطمية، وترك هذه الدار لأخيه المظفر جعفر بن أمير الجيوش فعرفت به، غير أنه لم يهنأ بالإقامة بها وبالشارع طويلا، فقد قتل بها فتحولت إلى دار للضيافة. وحينما استولى صلاح الدين الأيوبي على مقاليد حكم مصر أنزل بها أبناء العاضد آخر الخلفاء الفاطميين. ونأتي إلى نهاية الشارع على حافة ميدان باب الشعرية، حيث يوجد تمثال محمد عبد الوهاب الذي تم ترميمه من قبل قطاع الفنون التشكيلية، حيث وجدوا صعوبة في ترميم التمثال في مكانه بباب الشعرية، لذلك طلب نقله إلى القطاع إلى أن تم ترميمه. انتهت حلقتنا النهاردة، استنوني الحلقة الجاية في مكان في الوجدان مع جينا القش.